الرابو اللي معنا اليوم قدر يحقق نجاح كبير في بلاد المهجر من بعد ما تعرض للقمع والحقره في البدايات تاعو، ولكن قدر يكتب سميتو من ذهب كاحد الرابرز المغاربه اللي نجحوا في الغربه بحال مايس ميستيريو لافوين وغيرهم الكثير. سيداتي ساداتي، مرحبا بكم معنا في قصه الارتيست. J'arrive dans la soirée comme les Gambino à la Bambina, ça vient de Bondi Nord. Si tu veux fumer, t'inquiète, j'ai le bon dealer. Passion, t'es rentré dans mon cœur malgré l'interdiction. T'es rentré avec effraction. Elle est sexy raffinée. Chocolat, 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 chocolat. في تاريخ 4 يوليوز 1985 بعيد ساد يوسف أخثيم مدينة إيمان تانوت القريب من مدينة مراكش لوالدين أصل مغربي. أم ربة بيت سميتها لالة فاطمة والأب مهاجر لبلاد المهجر باش يوفر لقمة عيش لأبناء تاعو. كان الأب تاع يوسف هاجر لفرنسا منذ السبعينات وكيجي مرة للدوار. هذا كيدل بأن يوسف غادي يكبر هو محروم من الحلال الأب تاعو لكي يشوفوا 3 مرات في العام، ولكن الأم كانت فيها الكفاية. كيف ما كتعرفوا بأن المرأة المغربية هي مرأة صبورة وكتهز ولادها بسنانها باش تكبرهم في أحسن الظروف وما تخليهم ناقصين من حتى شي حاجة. يوسف غادي يحل عينيه هو كيسمع اللغة الأمازيغية بحكم أنه كان حاضر من منطقة يقطن والأمازيغ. بدا كيكبر شوية شوية هو كيلعب قدام الدار. وفي العمر 5 سنوات كان يوسف مازال طفل صغير وهو في مخرج الزنقة كيقلب على كورة، وكان ديما كيلعب كورة مع الدراري اللي قد، وكان كيعشق البالون. كان ديما فاش كيرجع باه من فرنسا كيقول لي غادي نديك شي نهار تما وغادي نسجلك في شي نادي واعر تاع الكورة وغتصبح شي لاعب كبير. ومزامنة مع ممارسة الكورة سير صغيرة كان يوسف كيسمع الموسيقى الأمازيغية مع الأم تاعو وجداه، كانوا كيسمعوا بزاف الرايس بولحي لدرجة كانوا حافظين بعض أغانيه. وفي سن 6 سنوات أم غتجر ولدها وغادي تدخل المدرسة الإبتدائية باش يتعلم اللغة العربية وكيفاش يكتب ويقرا بحكم أنه كيهضر باللغة الأمازيغية فقط. وخا هكاك يوسف ما يطولش بزاف في المغرب من بعد ما دخل المدرسة الإبتدائية، ومن موراها فاش غادي يرجع الأب تاعو غادي يدي الأسرة ديالو كلها لفرنسا. يوسف في العمر تاعو 7 سنوات يوسف كان فرحان غادي يمشي يعيش مع الأب تاعو في دار وحده وهو كان كيشوفو غير 3 مرات في العام، ولكن هاد المرة غادي يقدر يشوفو كل نهار. يوسف كان فرحان من ناحية أخرى غادي يمشي يعيش في بلاد اللي كضلوا يعاودوا ليه عليها أنها بلاد زوينة. من بعد ما وصل جاتو الدنيا مختلفة على داكشي اللي كان كيعيش في الدوار، طوموبيلات في كل بلاصة، بنايات شاهقة وبزاف، وزيد عليها اللغة اللي ما كيفهم فيها حتى شي وزة، خصوصا أنه تحط في مدينة الأنوار في العاصمة باريس. يوسف غادي يسكن مع العائلة تاعو في سان دوني. من بعد ما وصل هو الاب تاعو غيسجلو في المدرسه الابتدائيه باش يضمن ليه مستقبل افضل. واخا هكاك كان الاندماج في الاول صعيب بزاف بحكم اللغه باش كيقراو ما كيفهم فيها والو، ولكن يوسف كان الحلم تاعو بناه في المغرب غادي يبغي يكملو فجر فرنسا وغيمشي يتسجل في نادي تاع الحي اللي كان كيدربهم هو ويلفريد باب هو الاب تاع كيليان بابي. يوسف ولا كيف كيفيق مع الصباح كيمشي للتيران وكيحلم في المستقبل غادي يولي شي لاعب كبير. في نفس الوقت كان كيسمع الموسيقى بزاف في الدار الزنقة اي بلاصه بقى مهووس بالموسيقى وديما كيحس بانه كتعطيه الموتيفاسيون. الطفل الصغير في عمر 12 سنه كان حاول بدا كيكتب داكشي اللي كيعيش وديك الشيء اللي كان عاش في الدوار وحتى داكشي اللي كيعيش فيه دابا. واحد النهار كان لاعب يوسف شي ماتش ودار شي فوت خايب وخرج الرابط بورقه حمراء، وهادشي هو اللي غيثير غضب الطفل الصغير بدا كيسب في الرابط. وهاد التصرف اللي دار مع الحكم غادي يخلي النادي يجي عليه مره واحده عمرو غادي يخليه يجي يلعب كره شي مره اخرى. واخا هكاك يوسف ما عطاش اهميه للموضوع وغادي يعمر الوقت تاع الكره بالموسيقى وبدا يحلم كيفاش غادي يولي ارتيست كبير في المستقبل. هو كان كيكتب شي لعيبات في الدار، ولكن فاش غادي يوصل 15 سنه غينضم اول جروب تاع الموسيقى سميتو ماليديكسيون. يوسف غيبقى مع هذا الجروب حتى غادي يوصل للبعض وغادي ينقطع عن الدراسه، وكان هو مابقاش بان ليه في القرايه. الناس داخله تقرا هو جالس كيف ريستايل مع جيرانه. فاش غادي يخرج من القرايه غادي يريح في الدار وكيوجد تراكات جداد وخا هو ما كيدخل حتى شي ريال من الموسيقى. واحد النهار غادي يشد بواه وغادي يقول ليه يا اما غادي تخرج تخدم يا اما غادي تخرج عليا من الدار، حنا ما عندناش الدري اللي كيدير الموسيقى. خرج في الاول للزنقه وبات شي ايامات في الزنقه، ولكن الام المغربيه عندها داك الحنان المغربي رجعت للدار وجلست في الدار شي ايامات وقالت لي خرج تقلب على خدمه على الاقل سوفي غير راسك. وداك الشيء اللي كان متوقع يوسف غادي يخرج يقلب على خدمه وغيلقى واحد الخدمه فواحد الريستو كان كيغسل فيها الموان، كان كيخدم بالنهار وكيكتب تراكات بالليل، ومن بعدها غادي يحاول ياخذ دي اي كي اي تاعو في الراب تحت عنوان لارتيست بحكم انه كيعشق الفن. ودازوا ايام وسنين حتى غادي يخرج من الجروب تاعو حيت شاف راسو بانه ما دار حتى شي تقدم وهو معاهم، وغادي يكمل صونو وغادي يحط اول تيتر ليه تحت عنوان ايفيزيون. فيكتوريا سيكريت لو بودان دو ساني تا
ومن هنا بقى خدام تراك مورا تراك حتى سنة 2010. يوسف في العمر تاعه 25 سنة غادي يخدم أول ألبوم ليه، وغادي يجمع الفلوس غادي تخصو باش يخرج أول ألبوم، وغادي يخرج البروجي تاعه كأول ألبوم ليه تحت عنوان الراب. من بعد الألبوم يوسف شاف راسو كيفهم في الموسيقى وقرر باش يخدم شي إيكول تاع الموسيقى، وغادي يقلب وغادي يلقى. ومن بعد أصبح عنده صالير محترم ويتزوج بالبنت اللي كان كيبغي، كان موعدة بالزواج من أيام الليست اللي هي نورية اللي كانت نحاضر من أصول تونسية. من بعد الزواج تاعه خاصو يخدم على راسو ويعيش البنت الناس مرتاحة، حيت من نهار بدا وهي مقاتلة معاه وديما معاونة معاه، وغادي يبدا يدير فيوتشينغ مع بعض الروابة فرنساويين. ومن موراه يوسف 2013 غادي يحط الألبوم الثاني ليه في الكارير تاعه. هذا الألبوم مغاش يلقى نجاح كبير، وخا كانوا فيه 14 تيتر الأغلبية تاعهم تراكات ناضي بحال إيفيدر. وبحال كول من تقصار تاعو فوق لانستري غادي يبان لك انه السيد عنده اكسبيريونس في الموسيقى. ومن الكوبلي الاولى اللي كيمدح فيها راسو عجبني التراك انا بزاف وسمعت شحال من مره، وغادي يكون ثاني واحد التراك لي ناضي اللي حتى هو لعب فيه الارتيست بواحد الطريقه لي زوينه اللي هو انترناسيونال. Le monde est beau toute l'année en vacances avec les photos tout nous va si bien les sables chers. الروفلان تاعو في التراك كتسمع فيه ديك اللمسة الصوتية اللي عند الارتيست وما كاينش بحاله عند اي ارتيست واحد اخر، وفاش كتسمعها كتعرف غير هو اللي كيغني. ومن موراها غيجي التيتر تاع بيبي لوف. وخا هكاك يوسف شاف راسو بانه مظلوم اعلاميا وما كيدوزوش في لي راديو بحكم انه مغربي، وكان حبس الموسيقى واحد الوقت، ولكن اللي شجعته هي الوالده تاعو وقالت لي انت كتعطي في هذا الدومين خاصك ترجع وتبدا تغني من جديد، ربي غيجيب التيسير. وداكشي اللي وقع يوسف رجع بدا كيكتب تراكات حتى غادي يكتشفوا ميتخ جيمز غيسني معاه في الليبل تاعو، بحكم ان ميتخ جيمز عنده ليب وغيطور راسو كثر من الاول، اصبح الاغاني تاعو كيضربوا الملايين تاع الفيوز. الى مشينا طلينا على لاشين تاع الارتيست في يوتيوب غنلقاو ان اول تراك محطوط فيها كان في سنه 2015، وهذا كيدل بانه الارتيست مسح بزاف تاع التراكات من قبل حيت هو قدم من 2015، ولاشين كانت مكريه في 2008. ودابا اول تراك محطوط في لاشين اللي هو هايبوكريت. J'ai grandi dans la street, là où tout va si vite, je récolte ce que je mérite. التراك تحط في 12 يناير 2015 ودار دابا في يوتيوب اكثر من 27 مليون مشاهده. من موراها غيجي البروجي تاع ابو ايطوندي. واش اكيد نو كومبار بيربل موني سي دلا توبا بوتو جي با ايتي بيبروني. التراك زاد من الثقه تاع الارتيست ودار به لحد الان في يوتيوب اكثر من 48 مليون مشاهده، وغادي يولي يدخل فلوس صحيحه من الموسيقى وبدات كتعطيه المهنه اللي كيبغي، وغادي يفكر مزيان ويدير ليبل تاعو هو واحد عشيرو باش يعاونوا الناس اللي هما بادين، وسميت الليبل اللي هي بيربل ماني. من بعد بزاف تاع التراكات وبزاف تاع البروجيات اللي خدموا غيجي الالبوم الرابع ديالو اللي كانوا فيه بعض التراكات غادي يوصلوا للعالميه اللي هو الالبوم تاع كلانديستينو، بحال التراك اللي كان زوين بزاف اللي هو لي فاتمان. ويا ماشي من طفوله الرجولة من البزولة ياما كانوا جيران حباب. هالتراك تسمع في الراديو تاع المغرب وبحكم انه تكرنا البلاد غادي نقول لكم ان الالبوم تاع كلانديستينو راح تصوروا الكليبات تاعو بين مراكش وباريس، وغادي يكون واحد دوزيام اكستريم من الالبوم غادي يلصق الشهرة في الدار تاع الارتيست، وغادي يخليه معروف في فرنسا وفي المغرب وفي جميع النواحي، غادي يخليه مشهور في العالم اللي هو التراك تاع شوكولا. التراك ملصق تقريبا نص مليار مشاهده على يوتيوب، وغيسمعوا الكبير والصغير وكلشي غادي يعرف الارتيست. ومن موراه غيجي واحد التراك اللي غادي يزيد من الشعبيه تاعو في الراب العالمي اللي هو مافيوزا. التيتر غيزيد الشهرة تاع الارتيست في الراب العالمي، وغادي يزيد عطيه الشهرة اللي كان كيحلم بها من الصغر تاعو. ومن موراه غادي يسني الارتيست مع بعض الرواب اللي يلاه بادين في الدومين ومنهم مروه لوط والهدف تاعو هو يعاونهم. وفي سنة 2019 الارتيست غادي يعيطوا ليه الموازين وغادي يشد الطيارة ويجي للمغرب، وهو خايف إلا ما يجيش الجمهور كثير حيت أول مرة غادي يلعب في المغرب وفي البلاد تاعو، ولكن فاش طلع فوق على الصين تصدم من كمية تاع الجمهور اللي كانت حافظة كاع التراكات تاعو. Est-ce que vous êtes chaud ?
c'est mon mal. J'en prends le vent. C'est mon mal. صراحة بزاف وتفكر نهار اللي كان غادي يحبس فيه الموسيقى. كون كان حبس عمرو كان غادي يعيش هادشي وغادي ينظم اول كونسير ليه في مدينة تاعو الام ايمن تانو. يرسمح للوالدين خطر ياما أبغى فيها بصر زمخ ياسو درواس ليقال نسكي ميزر بالباغ ما يفوس أرجع في الله يصور فيها كليب. الارتيست هو من الرابرز اصول المغربية ونجحوا على برا البلاد وعاون بزاف تاع الدراري من البلاد وبرا البلاد. لحد الان الارتيست ضاب 9 تاع لي زالبوم وهذه حاجه ماشي سهله. اخر تراك عند الارتيست دابا فلاشين تاعو اللي هو 12 الليل. 12 الليل في المكانة ما بقات لا صحه لا قانا ربي وحده لي لقانا اللي ضرب لي اكثر من 10 مليون تاع المشاهد. هذا هو النجاح تاع بصح. حيت ضرب طريق طويله وخدم بزاف على قبل الحلم تاعو وعمرو استسلم حتى حقق الحلم تاعو. خاصك تخدم تقاتل تصبر بغيت توصل. مؤخرا خرج واحد اليوتيوبرز فرنسي سميتو نابيل فليكس ودا ضجه في قضيه الشهرات بالسحور بين مروه لوط والارتيس. قال بانه مروه لوط سحرات الارتيس وجاب حتى الدلائل وراه دار دابا لحد الان دو بارتي. ولا بغيت نشرح لكم القضيه بالتفصيل قولوا لي في الكومنتات وانا غندير الواجب ديالي. الخوت وصلنا للاخر تاع الفيديو بغيت نقول لكم شكرا لاي واحد تفرج في الفيديو من الاول حتى الاخر ودار لايك للفيديو وبارطاجا البلان. هادشي هو اللي كيفرحنا وكيشجعنا اننا نعطي المزيد. وما تنساوش كتبوا لي في لي كومونتير شي حاجه زوينه في لي فيديو عجباتكم كثر وشي حاجه ما عجباتكمش باش نبدلوها وقول لي في لي كومونتير شكون الرابو اللي بغيتو الفيديو الجاي. وما تنساش راه كل حد فيديو جديد وان شاء الله ليا في راسك. يما غادي مراسكي موسيقى اللي باقا جايبه بوكوراس لارس لارس كل ليله متاستي زاد لكوكاينه كانت اللي في لادريس 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 راجع خطوة اللور سولو مانتي شالف وصلي الكندور كندور كندور كنت مديرها دور عادي كان صادا شي يمي يمو